بيقنع مين زي انت قلت من عمالقه ونجوم الكره المصريه. مش هقول لك حاجه، هو بدون انحياز اسم هاني ابو ريده كبير جدا ده الامانه، مش هقول لك حاسب الهواء، لا هاني ابو ريده اسمه كبير، هو كبير فعلا. الراجل اتحاد دولي، اتحاد افريقي، اتحاد عربي، الراجل ده انا بروح معاه اتحاد دولي، انت لازم تشوفه الاستقبال اللي مستقبله هناك، يعني حاجه بجد الواحد بيشعر بفخر بيقول كده. ف يمكن دول بالذات ولاده في المنتخبات، هو لما كان في اتحاد زمان كان مرشف على فرق الشباب وكل الناشئين، كانوا دول كلهم معاه في المنتخبات، فدول معاشرينه من 20 سنه و25 سنه 25 سنه، فعارفين مين هو هاني ابو ريده، فيمكن هو اللي قدر يقنعهم. طبعا احنا لعبنا دور، لكن الدور الاساسي كان المهندس هاني ابو ريده.